ست أسئلة تتميز بوحدة الموضوع، الأمر يتعلق بالموسم الفلاحي. السؤال الأول للنواب المحترمين محمد بن عكوم، محمد زاهدي، محمد بوهدود بودلال، مولاي البشير بدلاع، عبد الفتاح صباغ، محمد حنوي، حاحو موحى، وعبد الرحمن كامل من فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضلوا سيدنا النائب المحترم. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمين، كما تعلمون السيد الوزير، عانى القطاع الفلاحي هذه السنة ظروفا صعبة نتيجة عوامل مناخية قاسية اتسمت خصوصا بنضرة الأمطار وعدم انتظامها ونزول الصقيع وهجمات أسراب الجراد. ولقد تفاعلت الحكومة مع الانعكاسات والإكراهات الناجمة عن هذه الظروف، سواء إزاء المحصول الفلاحي أو حالة المشية أو المخزون المائي أو إزاء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، كما أنها بادرت مشكورة بأمر من جلالة الملك بإلغاء الديون المستحقة على 100,000 من صغار الفلاحين المتضررين وتوقيف المتابعات وعدم احتساب فوائد التأخير بالنسبة للمجموعة الأخرى منهم. لذلك نسائلكم سيد الوزير، ما هو النظام الجديد لتمويل النشاط الفلاحي الذي اعتمدته الحكومة لتطويق مخلفات أطار الجفاف؟ هل هناك مقاربة شمولية للنهوض بالقطاع الفلاحي ومواجهة الأزمة البنيوية التي تطالها منذ عدة سنوات؟ وشكرا. شكرا سيد النائب. السؤال الثاني للنواب المحترمين معزوزي بوعمامة، الطيب المصباحي، إبراهيم حسناوي، مبارك حنبلي، شطو ميمون، محمد البرنيشي، بولون السلك، ملك العاصمي، وحفيظة جدلي من الفريق السقي الوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السادة النواب المحترمون، نائبات، تعرضت بلادنا وخاصة المناطق الشرقية الجنوبية والجنوبية لظواهر طبيعية مدمرة أهلكت للأسف الشديد الزرع والضرع، تمثلت في جحافل الجراد وموجة الصقيع والجفاف المزمن، وكان من آثارها الخطيرة على الكسابين بالخصوص ارتفاع أثمنة المواد العلفية بشكل متصاعد، إذ الشعير الآن يباع بما يفوق 260 درهم في عز أيام الحصاد وبالمناطق المنتجة، وأنه فقد للأسف الشديد في الأسواق الأسبوعية بكل من بعرفة وجردة، ونسجل في المقابل تدني مريع لأثمنة الماشية، إذ بيع قطيع ب 150 درهم للرأس بسوق عين المطر، أحد الأسواق الشهيرة والكبرى بالمنطقة الشرقية، في حين أنه كان لا يقل ثمنه عن 1500 درهم منذ 3 أشهر. فأمام هذه الوضعية المقلقة التي تقدرون السيد الوزير خطورتها وما سيترتب عنها من تداعيات، يشرفنا أن نتوجه إليكم بالأسئلة التالية: هل من برنامج عاجل لإغاثة الماشية وإنقاذ قطيعنا الوطني؟ وهل من تدابير مصاحبة فورية من شأنها أن تخفف من الأزمة الخانقة التي يعانيها الكسابون ويحد من اتساع أحزمة البؤس والخصاص بهوامش التجمعات السكانية التي تشكل المرحلة الأخيرة لهذه الظواهر الكارثية والتي تفتح الأبواب على كل الاحتمالات؟ وشكرا. شكرا. السؤال الثالث آني للنواب المحترمين صالح ديان، عبد الرزاق فضلي، محمد جني، نور الدين القريضاع، محمد المباركي، الحسن أعراب، ومحمد جهني من فريق اتحاد الحركات الشعبية. السيد الرئيس، السيد الوزير، تعيش بلادنا خلال موسمها الفلاحي الحالي حالة جفاف عام تسببت في تراجع نسبة الإنتاج بدرجة كبيرة، خاصة بعد المرحلة الأخيرة التي انتظر فيها الفلاح طويلا أمطار الخير لإنقاذ الموسم، وسيترتب عن هذه الوضعية مشاكل
سيكون أبرزها ضعف إمكانية في التشغيل والعجز عن أداء القروض المخصصة لهذه السنة. وبناء عليه نسألكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة مخلفات موجة الجفاف التي تعيشها بلادنا؟ ما هي تدابير الحكومة في شأن القروض الفلاحية؟ وشكرا. شكرا. السؤال الرابع آني للنواب المحترمين حليمة عسلي، بن نصر أزوغاغ، عمر خفيف، الحسين أفراوي، وعبد الرزاق فضلي من فريق اتحاد الحركات الشعبية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، إخواتي أخواتي النواب المحترمون، هلل كل ساكنة العالم القروي للإجراءات الملكية السامية الهادفة في تخصيص اعتمادات هامة للحد من آثار الجفاف. وإننا إذ نبارك هذا القرار الملكي الحكيم نثير عدة تساؤلات، منها: هل قامت الحكومة بتقييم ميداني لنتائج برامج الحد من آثار الجفاف السالفة، برامج 1995، 1999 و2000؟ وهل تم اعتماد هذا التقييم من طرف اللجنة الوزارية لبرمجة تدخلات هذه السنة، ونعني بذلك مساطير إبرام الصفقات وصرف النفقات لإسراء الإنجاز والوصول إلى الأهداف المسطرة؟ ثم هل تم إشراك الجماعات المحلية في تصور وإعداد وإنجاز وتتبع المشاريع بغية استهداف حقيقي وأفضل للمناطق الأكثر تضرراً من الجفاف، بعيداً عن التدخلات المبنية على خلفيات سلبية ذاتية لمختلف المتدخلين؟ بتعبير آخر، ما هي التدابير الميدانية التي تم اتخاذها من أجل تطبيق المشاريع المبرمجة في أحسن الظروف؟ شكراً سيد الوزير. شكراً. السؤال الخامس آني للنواب المحترمين الحبيب الشوباني، عبد الجبار القسطلاني، رشيد المدور، عبد القادر عمارة، محمد الشعبي، محمد خليل، محمد خالدي، إبراهيم عبيدي، عبد الجليل البداوي، شكيب بناني، وعبد الوهاب الراجي من فريق العدالة والتنمية. شكرا سيد الرئيس. السؤال يتمحور حول الضرر الذي لحق بالقطاع الفلاحي والذي أصبحت لنا به على كل حال دربة ومعرفة. ما هي الإجراءات سيد الوزير الهيكلية التي تتجاوز ما هو ظرفي؟ وشكرا. شكرا. السؤال السادس آني للنواب المحترمين أمينة والشلح، قاسم صديق، عبد الرحمن العمراني، يوسف حاف، وعبد الرزاق مويسات من الفريق الاشتراكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني أخواتي وإخواني النواب، السيد الوزير، من خلال وسائل الإعلام الوطني طلعنا على الخطوط الكبرى لعمل مؤسسة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الموجه لتنمية العالم القروي، خاصة في هذه السنة اللي كيعرفوا فيها الفلاحين سنة صعبة نتيجة الجفاف اللي عرفته بلادنا. من بين المحاور الكبرى لهذا المخطط واللي خلقت عندنا مجموعة ديال التساؤلات، تخلي المؤسسة على المديونية ديالها، على مديونية بعض الفلاحين الصغار، وأيضا اقتراح منتوجات تمويلية جديدة للفلاحين، وتمويل استثمارات تهم المكننة والسقي، وكذلك إنشاء دار الفلاح. نريد السيد الوزير أن توضح لنا وللرأي العام مضمون هذا المخطط، وما هي الشريحة التي يستهدفها فعلا بين الفلاحين، وما هي الآليات التي ستعتمدونها للوصول إلى هذه الشريحة، ثم ما هي المقاييس المعتمدة لإعفاء بعض الفلاحين من القروض دون غيرهم؟ وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون، فبطبيعة الحال لا أريد كذلك أن أعود إلى ما قيل في هذه الجلسة عن الظروف المناخية التي ميزت السنة الفلاحية الحالية والتي يعرفها الجميع، ولا عن المحاور الرئيسية للبرنامج الاستعجالي التي تنوي الحكومة القيام به، بل الدخول في بعض التفاصيل لهذا البرنامج
خصوصا وأن إضافة إلى ما أدليت به أمامكم في هذه القبة، جاء السيد الوزير الأول كذلك في تصريحه الأخير ليوم الاثنين وأعلن عن الخطوط العريضة لهذه الإجراءات. وللتذكير فقط لابد أن أقول أن السنة التي الزراعية التي نحن بصددها تميزت بالفعل بعدة صعوبات، منها موجة الصقيع التي عرفتها بلادنا في بداية السنة الميلادية الحالية التي أضرت بتقريبا 132 ألف هكتار، أي أن هناك 217 ألف هكتار، لكن في الحقيقة 85 ألف لم تكن فيها إلا بعض الأضرار الطفيفة. وكذلك جاءت ضعف وتأخير سقوط الأمطار الذي نعيشه حتى في اللحظة الحالية، مما نتج عنه بطبيعة الحال انخفاض في مستوى الإنتاج بالنسبة للزراعات الخريفية والحبوب بالخصوص، تدهور الغطاء النباتي بالمراعي الطبيعية، ارتفاع الضغط على الثروات الغابوية، تقليص فرص الشغل الموسمية بالعالم القروي المرتبطة بالحصاد وما بعد الحصاد، وتدهور كذلك مداخل الفلاحين والكسابة في عدد من الأقاليم. فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية، وبطبيعة الحال هي إجراءات لمواجهة هذا الظرف الذي هو ظرف استثنائي وطارئ، اسمحوا لي لم أتحدث عن الجراد كذلك لأن عشناه منذ سنة 2003 وسأعود إلى الحديث عنه فيما بعد. فأقول فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة أثار هذه الظرفية المناخية، فتنفيذا للأوامر السامية لصاحب الجلالة أعزه الله الذي أكدها مرة أخرى عند إعلانه عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فحضرت أعدت الحكومة برنامجا يحتوي على مجموعة من التدخلات لتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة القروية بالمناطق المتضررة. ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في عدة نقاط. أولاً قضية معالجة المديونية الفلاحين بالمناطق المتضررة، وأبدأ بهذه النقطة لأنها أولاً نالت من اهتمام صاحب الجلالة نصره الله وأعلن عنها وأيدها، وثم كذلك لأن عندما نتحدث عن نقص المدخول وعن تضرر مدخول الفلاح فبطبيعة الحال تواجهه صعوبات الأداء بأقساط المديونية. فهذه الإجراءات هي جزئين في الحقيقة، هناك ما هو مخصص للجفاف لمعالجة أثار الجفاف وانعكاسات الجفاف، وهناك جزء آخر متعلق بتحضير الموسم الفلاحي المقبل والمواسم المقبلة، أي بإجراءات هيكلية التي تفوق هذه المعالجة الطارئة. فيما يتعلق بانعكاس بمواجهة حالة الجفاف، فقد أعلن صندوق القرض الفلاحي بطبيعة الحال أو على تخلي نهائيا على ديون 100,000 فلاح صغير بغلاف إجمالي يقدر ب 3 مليار ديال الدرهم. كيف تم هذا العدد؟ ويمكن لي نعطيكم الرقم بالضبط وهو 99,270، لأن في الحقيقة هذو ماشي حالات جديدة، فيها بعض الحالات الجديدة لكن هذه حالات يعني هي متراكمة وهي موجودة ومعروفة، ونعرف أن حتى من لم يبقى في الميدان الفلاحي، من ليست له قدرة على استرجاع أي شيء لأن لا يمارس الفلاحة، من له ضمانات مادية أي عنده شي شوية ديال تنتعش من شي حاجة لكن لا تكفي لسد أي حاجة، ولا خدينا له داك الشيء معناه أن تنحكموا عليه بالضياع. فهذه الحالات كلها إلى جينا نأجلوها أو نوخروها أو نقولوا غادي نديروا الهيكلة ديالها، فمعنى أننا ما حلينا حتى شي مشكل. ففضلنا أن في يعني إجراء جري الذي سيكلف بطبيعة الحال الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من جهة وطرف من الدولة أن نتخلى عن هذه الديون. والقصد من هذا التخلي ليس التخلي فحسب،
بل سيمكننا من استرجاع عدد من هاد الفلاحين ليعودوا لممارسات النشاط الفلاحي، ليعودوا زبناء للقرض الفلاحي وينتجون ويقومون بالعمل الفلاحي على أسس جديدة. واحد العدد وكتعرفوهم كلكم في الأقاليم ديالكم أن هو تيدير الفلاحة لكن ممنوع عليه أنه يمشي للتمويل، لأن تيعرف إلا مشى غادي يقولوا له راه عندك واحد الحساب راه كيتسالك كذا كذا شي ما خلصتيش. ثم بطبيعة الحال إضافة إلى هذا العدد ديال 99270 هناك الفلاحة اللي هما زبناء عاديين وتيمارسوا الفلاحة، ولكن هاد الظروف هذه تجعلهم أنهم مستحيل أنهم يخلصوا في هذه السنة هذه الأقساط ديالهم، ولهذا هادو كذلك غادي يوقع تأخير، ما غادي شيء لن يطالبوا بالأداء هذه السنة، بل أكثر من هذا لن تترتب عنهم الفوائد التأخير ولا الدعائر التي كانت عادة ما تتراكم وتنضاف إلى الأصل ويصبح هذا الأصل يتكاثر. فبالطبع هذه الحالات سترعى ستعالج يعني حسب الحالات والوضعيات. وهناك إجراء ثالث كذلك موجه لهذه هذه الآفات، لأن الفلاحة يعرفوا هذا الشيء، هذا لما تيمشي تياخذ قرض الفلاح الموسمي تيقولوا له نهار غتحصد غادي تجي تخلص، أو نهار غادي تبيع المحصول ديالك ديال الأشجار غادي تجي تخلص، تتكون السنة لا قدر الله مثل هذه السنة صعبة تيقولوا له ايوا انت راك دابا يعني كونتونسيو صافي راه يعني ما يمكن لك شيء، في الوقت أن الفلاحة ليست كالتجارات الأخرى، التجارات الأخرى فيمكن يكون عندها يعني أجالات يمكن تكون معروفة بمراحل. فهنا جات الفكرة أن القرض الفلاحي هذه القروض الموسمية ستكون قروض على 5 سنوات، قروض متجددة حتى تكون السنوات، لأن الإحصائيات كلها ديال 100 سنة ورت أن ليس هناك احتمال ل5 سنوات للجفاف متتالية، فحتى إذا كانت سنة صعبة فسيكون تأخير تلقائي وسيكون لجوء إلى القرض تلقائي، والسنة يعني الحسنة ستغطي على السنوات الأخرى. وهناك إجراءات هيكلية، هي أن بغينا ندخلوا كذلك في إطار الإصلاحات الكبرى. الحبوب المشكل ديالها تنعرفوه كلنا، وهو أن تنعملوا الحبوب في مناطق التي لا تصلح بتاتا للحبوب، مناطق اللي كتعطي 4، 5، 6، حتى 8 ديال القناطر، وحنا تنعرفوا هذا الشيء كله، كلنا كنعرفوه. الكل كيحرط في الجبل، الكل كيدير الشعير في واحد المناطق اللي كانت هي رعويه، فبالطبع السنه الاولى والثانيه كتعطي ومن بعد كتبقى، في الوقت اللي هذه المناطق ممكن انها تصلح لمنتوجات اخرى وخصوصا الاشجار المثمره من اللوز زيتون خروب غير ذلك. فلهذا ادخل القرض الفلاحي بعدد من الخطوط يعني التمويليه لاصناف جديده، وهناك كذلك خط تمويلي للشباب وللناس اللي غادروا الاداره اللي باغيين يفتحوا محلات ديال الاستشاره او ديال بيع المواد التي اللي كتمشي مع الفلاحه الى غير ذلك، اي ان هناك توسيع وتنويع للخدمات التي يقدمها القرض الفلاحي، اضافه الى دار انشاء دار الفلاح اللي هي في الحقيقه مؤسسه توجيهيه. واحد العدد ديال الفلاحه ما تيعرفش يصوب الملف ديالو، تيجي يصوب الملف ما تيعرفش شنو هو اللي باغي يدير، تيدير الزرع، تيدير الذرة، تيدير الفصاء، هذا الشيء اللي تيعرف. بغينا ان هاد المؤسسه توجه اين هو القرض اللي يمكن له يستفد منه. من الاجراءات الاخرى بطبيعه الحال التي تهم الجفاف، لان ليس هناك الا مساله القروض وهي الماشيه، وهو مشكل الماشيه الذي تضررت كثير برفع الأثمنة بطبيعة الحال ديال العلف وديال الشعير، وبادرت الحكومة واتخذت ونفذت منذ يوم الاثنين الماضي إجراء بسحب أو بحذف نهائي للرسوم الجمركية وللضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشعير، مما سيمكن إيصال الشعير بالثمن الدولي المعمول به حاليا اللي هو تيدور حول 150 درهم، واللي غادي تكلف كذلك الدولة بالنقل ديالو من المواني إلى عين المكان عند الكساب.
هناك كذلك حذف أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد التي تدخل في الأعلاف المركبة التي سنعود للعمل بالدعم كذلك لهذه الأعلاف خلال هذه الفترة الصعبة. وهناك كذلك دائما فيما يتعلق بالماشية تزويد عدد من المناطق بنقاط الماء بالسهاريج وبالشاحنات للأقاليم الجنوبية بالخصوص، إضافة إلى البرامج تكثيف البرامج ديال التأطير الصحي ديال القطاع. فيما يتعلق بالتزويد، لأن ليس هناك إلا الماشية فحسب، بل هناك كذلك يعني تموين السوق الداخلية، فبالطبع سنلجأ إلى الاستيراد للحبوب لأن هناك نقص في الحبوب، مع العلم أن الحبوب المنتجين اللي غادي ينتجها المغرب هذه السنة خصوصا فيما يتعلق ب غادي نتحدث فيه عليها في السؤال الآخر بالقمحليين، فهناك كمية كافية لسد حاجيات المطاحين بالكميات ديال القمح الليين التي تتكلف الدولة بإعانة على جمعها. لكن غادي نستوردوا تقريبا 5 مليون ديال القناطر ديال الزرع بكل أصنافه من قمح الصلب، قمح طاري، شعير وذرة، وهذا بطبيعة الحال إجراء لابد أن يكون في إطار التعهدات التي لنا مع عدد من الدول. لكن هناك كذلك بالنسبة لعدد من النقاط من المداشير قضية الماء الشروب، وهناك بدأ التكتيف الآن للبرنامج العادي ديال المكتب الوطني للماء الشروب الذي سينجز بسرعة، لكن هناك مشروع إضافي، هناك يعني غلاف إضافي لتحضير نقاط إضافية. دائما في نفس الإجراءات عندما تأكل الماشية ويأكل المواطن فهناك بطبيعة الحال الشغل والدخل، ونعرف أن هناك عدد يعني نقص في هذا الفرص ديال الشغل، ولهذا الحكومة الآن فهي بصدد جميع يعني العمليات التي ستمكن من فتح أوراش في المناطق المتضررة، لكن أخذاً بتجربات فعلاً البرامج السابقة وتمشياً بالدروس التي استخلصناها منها، فستكون أولاً بتسهيل الإجراءات وتسريعها، وهناك دورية سيوقعها السيد وزير الأول في الأيام القليلة المقبلة لتبسيط هذه المساطير وتسريعها، كذلك في انتقاء مشاريع مع تشاور مع الجماعات المحلية ومع السكان، لكن مشاريع التي ستذهب في إطار التحضير لهيكلة الفلاحة، أي لو كنا غادي نشجروا حسن نبدأ من هذه السنة تنوجدوا المناطق اللي غادي تشجر، حسن نبدأ من دابا تنحيدوا الحجر من المناطق اللي كذا، فهو عمال مدير للدخل وفي نفس الوقت عمال لن يضيع لأن سيبقى بالطبع لن يكون الكل أوراش في هذا الإطار، ستكون أوراش للمسالك، أوراش للماء الشروب، أوراش للسواقي وكل ما يتعلق بالماء. فالسيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، بطبيعة الحال هذا البرنامج الذي سيكون لي الشرف لتقديمه أمامكم بتفاصيله ريتما ننتهي من تدقيق بعض الأرقام في الأيام القليلة المقبلة، يصعب أن ولو في 30 دقيقة أنني أنبسط كله، غير بغيت نقول بأن هناك هذه العملية كلها كتسعى إلى 3 الحوايج: أننا نتجاوز هذه المرحلة ديال الصيف فيما يتعلق بصعوبة الماشية، فيما يتعلق بصعوبات بتمويل الأسواق الداخلية والمديونية للفلاحين، لكن في نفس الوقت دون أن ننسى أن الفترة الصيفية والمشاكل كلها 3-4 شهور إنما ستكون مندرجة في التحضير للإصلاحات الكبرى التي ننوي أن نقوم بها في هذا القطاع تحت إمرة صاحب الجلالة نصره الله، وشكرا لكم. شكرا. الكلمة للسيدات والسادة النواب في إطار تعقيب فريق التجمع الوطني الأحرار. شكرا على التوضيحات سيد الوزير. إذا كان الفلاح بصفة عامة تضرر، فالمطلوب سيد الوزير مراعاة الفلاح المتوسط والكبير والذي يساهم في النسيج الاقتصادي
ويساهم في التشغيل الذاتي. وشكرا سيد الوزير. شكرا. تفضل سيد نائب فريق استقلالي. على الجواب سيد الوزير، تلقفت من خلال أجوبتكم ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى وهو أنه بالنسبة إلينا نرى أن الجفاف هو موضوع أصبح دائما، فبالنسبة للمناطق اللي كتعيش هذا الجفاف ومثل إقليم بوعرفة ورزازات إلى آخره، هذا الجفاف أصبح مسألة بنيوية. ما نبغيه الحلول اللي تكون فيها ما تكون شيء حلول استثنائية وبرامج استعجالية، وهذه البرامج الاستعجالية لا تطبق إلا بعد فوات الأوان بحيث يكون الفلاح قد تضرر. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، قلتم بأنه هناك إلغاء عدد من الديون على مجموعة الفلاحين وحددتيه 100,000. لما كتحدثوا على 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 الناس اللي عندهم ديون، كنشوف بأنه كيغيب واحد النوع من المغاربة اللي هما الكسابة. فلما تحدثوا على الفلاحة تنظن كتقصدوا الفلاحة اللي كيحرثوا الأرض واللي قلتي وما باقيش حرثوا الأرض، ولما كتحدثوا على الأضرار اللي حدثها الجفاف تتحدثوا على الماشية. شكرا. فهناك سيد الوزير كسابة في المغرب اللي هما شريحة واسعة من المواطنين اللي خصهم عدل، والعدل تيخص إلغاء ديون القرض الفلاحي. نقطة مهمة، الله يخليك سيد الوزير، في مواطنين مغاربة اختطفوا كضحايا للجفاف من الحدود المغربية الشرقية، واللي تحاكموا الآن في الجزائر، واللي كان طالبوا تدخل السلطات المغربية باستعجال لإنقاذ هذا المواطنين ضحايا الجفاف. شكرا سيد الطيب الصباحي، وأرجو احترام الوقت حتى نتمكن من إنهاء جدول عملنا في الوقت المحدد. اتحاد الحركات الشعبية، تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير على إجابتكم. إذ نسجل بارتياح هذه العمليات التي ستقوم بها الحكومة عامة ووزارة الفلاحة خاصة لدعم الفلاح وتفعيل آليات محاربة أثر الجفاف، ولا سيما كل ما من شأنه أن يعين الفلاح على رفع الدخل في هذه الفترة الصعبة. إضافة أخيرة فيما يخص القرض الفلاحي، هذه عملية اجتماعية ننخرط فيها ونسجلها بارتياح، لا سيما أن جلالة الملك هو الصاهر الأول على هذه العملية. فقط نطالب ونناشد الحكومة بمراعاة ومراقبة المعايير التي تثبت عدم إمكانيات الفلاح والكساب من تسديد الديون، وما يهمنا هو أن يكون المستفيد من الإعفاء من يستحق ذلك، وهو الذي لا يتوفر لا على القليل ولا على الكثير. والسلام. شكرا. دائما مع فريق اتحاد الحركات الشعبية، تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد معالي الوزير المحترم، نشكر السيد الوزير على جوابكم وارتباطنا بموضوع السؤال. أريد أن أركز على آثار وانعكاسات الجفاف خاصة على الفلاح الصغير الذي يعاني من تراكم ديون القرض الفلاحي، تدني مستوى الفرشة المائية وارتفاع ثمن المحروقات وسوء تسويق لإنتاج وقلة المطر، مما يلزم على الوزارة تخصيص نسبة مهمة من الإعانات لهذه الشريحة من الفلاحة الصغار والمتوسطين. فيما يخص سيد معالي الوزير الإعفاء بعض الديون، تنطلب سيد معالي الوزير منكم أن تتم دراسة الملفات عن طريق لجان محلية على صعيد كل جماعة ارتباطاً بوضعية العقار، لأن العقار سيد معالي الوزير كيلعب واحد الدور مهم في هاد المديونية، لأن المديونية اللي واحد الفلاح خداها عن طريق ديال أرض ديال الجيش أو جموع ولا أراضي ديال الدولة أملاك المخزنية، ماشي هو واحد الفلاح اللي خداها بتيتر. فسيد معالي الوزير، حنا كنلحوا على هذه العملية هذه، لأن كاين واحد العدد ديال المناطق اللي خداو هذه القروض الفلاحية فأراضي ديال الدولة، خداو شواهد وخداو فيها قروض، واليوم مهددين ما عندهم لا بلاد ولا باش يخلصوا، وحتى إلا بغى يبيع ما عنده باش يخلص. فكنشكروا السيد الوزير على
التفهم ديالو لهذه الوضعيه، وتنطلبوا من السيد الوزير اعطاء الاولويه لهذا النوع من الفلاحه الذين اصبحوا عاجزين عن حتى عن اعاله افراد اسرهم، وشكرا. شكرا. كلمه لفريق العداله والتنميه. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، يبدو ان الجواب ديالكم شاف في اتجاه الظرفي اكثر منه هيكلي. انا بغيت نرجع لواحد النقطه اساسيه. هو عاده ما الذي يقع من تكون هذه القضيه الجفاف وتتكون بعض الامور الكارثيه التي تصيب القطاع الفلاحي، هو ان في هذيك المرحله تتحدثوا على اجراءات هيكليه، ولكن مباشره من بعد الى جاء عام كانت فيه التساقطات المطريه مقاده ما تيبقاش حديث على الاجراءات الهيكليه. السيد الوزير، كاين واحد العدد ديال الاشكاليات هي اصبحت معروفه على كل حال لدى عموم الناس: تعدد الانظمه العقاريه، تقزم الاراضي الفلاحيه، عدم انتظام التساقطات المطريه، هدر اكثر من مليار متر مكعب سنويا للماء، هشاشه الانماط الزراعيه خاصه في المناطق الشبه جافه، اشكاليه التمويل، تحدي التنافسيه، تدني مستوى عصرانات وسائل الانتاج، ضعف خدمات الارشاد الفلاحي. هذه اصبحت من الامور المعروفه السيد الوزير. الاشكال اللي كاين هو ما الذي ستقوم به الحكومه لمواجهه هذه الامور؟ لانه في ما تفضلتم به كاين جوج الامور اللي يمكن تسمى هيكليه. هو تغيير واحد النمط زراعي في اتجاه التشجير، وهذه مساله فيها نقاش كبير، لان اولا طرح الاشكال ديال المواكبه وطرح الاشكال ديال 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 السوق، والقضيه ديال تحويل التمويل من سنه لخمس سنوات، يعني من موسم السميد. وهذه كلها امور السيد الوزير نحن كنا نتمنى ان يفتح فيها حوار حقيقي، لان الاشكالات الهيكليه اللي مطروحه للقطاع الفلاحي مره اخرى نخشى ان تعالجها الحكومه بشكل ظرفي، وخاصه انه تبين الان بان نمو ديال الاقتصاد، وهذا الشيء راه جا في التصريح ديال الوزير الاول، يرتبط ارتباطا عضويا جدليا بالنمو ديال الاقتصاد الفلاحي، بمعنى حتى على هذا المستوى الحكومه لم تستطع ان تفك الارتباط ما بين القطاعات الاخرى والقطاعات الفلاحيه. وحنا كنا طالبنا قبل ما تجي هذه القضيه ديال التنافسيه وهذا، باش يكون واحد الصندوق خاص بتاهيل القطاع الفلاحي، وان تباشر واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي الخبراء المغاربه درسوها واللي اصبحت معروفه، والتي تحتاج فقط الى ان تتحمل الحكومه مسؤوليتها وان تكون لها الجراه والشجاعه لان تقوم بذلك. وشكرا. سيد النائب، والكلمه الان للفريق الاشتراكي. شكرا سيد الرئيس. لا يمكن الا ان نتمنى السيد الوزير الاجراءات التي اتخذتها الحكومه من طبيعه الحال لاعفاء عدد من الفلاحين من الديون مستحقه، ومن طبيعه الحال هذا ليست المره الاولى. ولكن السيد الوزير، غادي نمشي معك في مقاربه اخرى. كنعرفوا بانه الان جاء في التصريح الحكومي الاخير ديال السيد الوزير الاول على الاهميه الاساسيه للقطاع الفلاحي، ما بقت مناقشه كنظن، والارقام واضحه في هذا الشيء، حيث انه في الوقت اللي كيكون السنه مزيانه كتكون 5.4، وبالتالي حنا الان خصنا نفهموا بانه الفلاحه هي عندها اولويه وخصنا نعطوها الوسائل. السؤال المطروح السيد الوزير، واش كاين هذه الوسائل؟ انا كنظن بانه ربما عكس ما نفكر، عندنا وسائل ماليه. الى جينا نحصيو الاعفاءات اللي كانت منذ 1996 ل 97 كاين 10 المليار ديال الدرهم الان، كون وظفناها لتحديث الوسائل ديال الانتاج ديال 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 القطاع الفلاحي والتنميه المستديمه ديال العالم القروي والانسان القروي. وذلك اولا السي الوزير صرت له البارحه في يوميه فرنسيه تغيير العقليات. السي الوزير، كنظن بانه ما يمكن ليناش يكون عندنا تغيير ديال الانتاج الفلاحي ويمكن لينا يعني نرفعوا من الانتاجيه الى ما غيرنا العقليات. ثم كذلك سيد الوزير اعطى اعاده النظر في طرق التمويل اللي شرطوا ليه وتنويع المنتوجات. الماء كنقولوا بانهم طبيعه الحال، ولكن المناخ كي غادي نديروا ليه؟ كاين الماء اليوم في المغرب، عدد ديال السدود عامره، ولكن الكيفيه باش كنستعملوا الماء سيد الوزير بدائيه. ما يمكنش اليوم في منطقه جنوبيه المنتج فلاحي مغربي وواحد في المنطقة أخرى في المغرب في الوسط نلقاو بأن المردودية كتمشي من 80 قنطار في الإكتار ديال الحبوب. ما نتكلم سي الوزير كما تظنوا على مطيشة ولا على ولا 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 الحواميد، 80 قنطار يعني باستعمال وسائل معقلانة بالتنقيط بالتسميد مركز في الحبوب.
وفي الوقت اللي كنمشيو للمناطق اللي الماء يهدر فيها وعامرين السدود وكاين في اخر المطاف كيمشي للبحر. اذا السيد الوزير انا كنتمنى بان في التصريح ديالكم جو بتغيير هيكلي. وهناك سؤالان يتميزان كذلك بوحده الموضوع. عندكم تعقيب السيد الوزير؟ باقي لكم واحد ثلاثة دقائق لو تعقبوا. تفضلوا. داكشي زعما اللي خليته. تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمون، أنا ما غاديش نطول في هذا الباب هذا. أعتقد أن بالفعل هناك استثناء، هناك استعجال، وحاولت أن أعطي بعض المحاور وليس كلها. ما هدرتش مثلا على الإسراع في التأمين، على الإسراع في صرف الإعانات اللي هي متراكمة بالنسبة للناس اللي كيجهزوا. هناك مشاريع ديال الماء، تحدث السيد الوزير الاول على 125 الف هكتار اللي تخصها تزيد. هادو كلها اجراءات اخرى. غير بغيت نركز ونقول ان ربما في هذه الكارثه وفي هذا الاستعجال ان فيها ميزه كذلك للاسراع بالهيكله. ماشي تنتظروا اليوم، الهيكله بدات لما السنه الماضيه ضعفنا الصندوق ديال التدخلات ديال الدوله من مليار الى 2 مليار لانها داخله في الهيكله. وهذه البرامج كلها ديال اعاده التشجير وغيرها فهي انطلقت، ماشي اليوم عاد تنطلق، لكن هناك استعجال يجب ان نواجهه الى جانب الامور الاخرى. وانا متفق بان الماء هو الان المحور الاساسي ديال الاصلاحات الكبرى ونحن منكبين عليها، وهناك تشاور وتعرفوه الناس ديال الفلاحه والمهتمين اللي في الجمعيات ان هذا هو الشرط الاساسي. بالطبع بالنسبه للقروض الفلاحيه هذه عملية ديال يعني جد مهمة، وسيدنا الله ينصرو عطى الموافقة ديالو عليها، لكن ما خصهاش كذلك تحور من الطريق ديالها. تيخصها تبقى في أولا تحسين سلامة هذه المؤسسة اللي خصها تولي كتمول الفلاح وجميع الفلاحة. إلا قطعنا لها الرزق ديالها راه ما يمكن لها تمول حتى شي حاجة. وثانيا ان كذلك الفلاحه اللي يمكن لهم يردوا الديون ديالهم ولو بتسهيلات راه تيخصهم كذلك في اطار التضامن انهم يساعدوا. بغيت غير نزيد اشاره ان هذا البرنامج كله ينضاف الى مجهود اخر قامت به الحكومه ب 700 مليون درهم التي صرفت على محاربه الجراد، والتي الحمد لله لو لم تكن تلك المحاربه لا قدر الله لكانت كارثه اكبر من هذه. وشكرا. شكرا.